خلاص يا عم. السلامة، مرحبا بكم. نسأل كل مجالس الخدمين في برنامج كنوز حياة. اليوم معنا تقديم شاعر مهم من الشعب اللاجئ كما سميها صديقي السيد العويني سي سالم الفرنسي. مرحبا بك اليوم. أهلا وسهلا. خدمة علينا بتاريخ كبير وتاريخ مجيد وأثرت برشا في تاريخ تونس المعاصر بكثير من الأحداث اللي شهدتها القاعة وشهدتها الجمعية المدنية العريقة التي قاعة عندها 22 عام وعرفت يعني مرة من هنا كبار القوم التوانسة ومدير التوانسة. نتذكر أنها بعد سنين من مثال فرق 1905 استقبلت الشيخ محمد عبد الوهاب في تونس في زيارته التاريخية إلى تونس. كما كان من جملة المسلمين هنا بشير أصفر، علي باش حمزة، وكثير من الشيوخ الزيتونة ومن قادة الحركة الوطنية في حزب الدستور وخارج حزب الدستور والاتحاد العام التونسي للشغل، وكذلك يعني ساهمت في كثير من المواضع والمعارك التي خاضها الوطنيون ضد النظام الحماية في تونس في العهد الأول. مرحبا بك سي سالم الفرنسي. أهلا وسهلا. وإن شاء الله تكون معنا تحية وراها ان شاء الله التعاون مع المكتبه الوطنيه. رحب بك باسم الاداره العامه للمكتبه الوطنيه ورحب كذلك صديقنا وزميلنا الاستاذ جديد العوني اللي اليوم باش يتولى تقديمك ونسمعه بعد القصائد من اشعارك. مرحبا. شكرا. بداية شكرا لدار الكتب الوطنية على هالمشروع وعلى هالمبادرة لمحاورة جملة من الأسماء والأعلام وعدد من كنوزنا الحية. ضيفنا في هذا المجلس الشاعر والراوية سالم الدلنسي أصيل بلدة طينة في ولاية صفاقس، وهي بلدة وقرية عرفت بعديد الأسماء الشعرية التي ظهرت هناك في القرن 19 وفي القرن 20 والعديد من الأسماء الناشطة حاليا، وهي لحد ما ممثلة لشعر اللهجة بالنسبة لقبيلة المثاريف، حيث أنه الكثير من شعراء الطينة هم منتشرين في تلك الربوع في أحواز وأرياف ولاية صفاقس، أحواز وأرياف ولاية المهدية، ولاية المستير، ولاية سوسة، فالكثير منهم كان يسير في هذه الأنحاء ويحيي حفلات الأعراس هناك ويقدم القصائد. وسي سالم الدنسي هو راوية لكل هذه المراحل من تاريخ شعر اللهجة في تلك المنطقة، وهو في الآن نفسه شاعر حيث أنه قدم العديد من القصائد وبدأ في كتابة القصائد تقريبا في منذ 1973، وقبل ذلك بعام 1972 يحضر مع اللدبة في الأعراس كسعيف، والسعيف هو المردد والبديل بعد تن مصطلح يطلق على الشعراء الذين يغنون أشعارهم، وهناك الغناي الذي يغني شعر غيره، والغناي يكون مرفوق باثنين على تن في بعض الأحيان حتى أربعة من المرددين ويتسماهم في السعر. إذن عم سالم تقريبا اشتغل كل هذه الشغلات، أديب وغناي وسعيف وشاعر. وإحنا اليوم طبعا كي نستضيفه سنتحدث عن تجربته هو كشاعر، ولكن سنتحدث أيضا عن شغله في تجميع المأثور والموروث وتقديمه في سواء كان في كتب، وقد أصدر في هذا الباب كتابه هذا الأغراض بالترتيب في سهرة الأديب، كتاب هذا أصدر تقريبا 2010، ثم هو يرمي إصدار كتاب آخر. وفي الآن نفسه
يقدم جملة من البرامج الإذاعية على موجات إذاعة فارس لتعتني طبعاً دائماً بهذا الموضوع. سيزان مرحبا بك. مرحبا سجيدي، أهلا وسهلا بالسادة الحضور، ويعطيك الصحة في التقديم لأن كما تعرف هي جهة فارس فيها قديماً وحديثاً يعني إلى الشعراء، لكن طوال نحط عليهم يعني نوقفوا. تم شعراء المدينة مدينة فارس اللي سموه بلدية من غادي، وثم التعريف مش بادي هو جيرتين هي حاليا مقامية وقريبة من فارس 7 كيلومترات يعني تعتبر مدينة، لكن مازالوا محافظين على الشعر بتاعهم وخاصة المغنم اللي غني تأديب الشعر. كانوا أحمد السماوي طبعاً سكان فارس لكن شعراء شعبيين، أحمد السماوي وأحمد ملاك وسالم بعزيز وخليفة الجراية هما الصفي هما شعراء القرن 19، ولكن احنا سنتحدث عنهم بالترتيب يعني كما عملت انت هنا بالترتيب، فاحنا سنتحدث عنهم بالترتيب، ولكن قبل ذلك نحن نحب نسمع نصك انت.